تمام. طيب بالنسبة للأمراض الجلدية زي الجدري، نقدر ازاي نعمل حاجة نحمي بيها الطفل؟ الجدري انتهى، جدري القرود ده الموجة الجديدة، له نشاط وله ظهور وظهر في بعض البلاد العربية زي المملكة المغربية، زي المملكة الأردنية الهاشمية، وبقينا بنشوف بعض الدول بتسجل عنه بعض التقارير. خلينا نتفق مع بعض ان هو بحكم انه فيروس تلامسي، نأكد تاني انه فيروس تلامسي، يعني محتاج جلد بيلامس جلد لفترة زمنية طويلة، ده الأصل والأساس. خلينا نتفق وننصح الأمهات ان دخول دورات المياه للأطفال في المدارس هيبقى أحسن حاجة، التواليت سيتس أو غطاء دورات المياه يبقى موجود في شنطة ابنك أو بنتك قبل ما يروح المدرسة في الوقت الحالي. ده مهم جدا، أحد طرق الحماية ضد هذا الفيروس. بنأكد تاني إن هيبقى أفضل طرق الوقاية الشخصية هو استخدام كل ما له علاقة بالتغطية في الحمامات العامة، واحنا بنتكلم عن المدارس، ما فيش حاجة اسمها شرب المية العادية اللي موجودة في الحنفيات والملامسة بتاعتها عادي، خلي ابنك يبقى ماشي مع ازازة المية بتاعته او اي حاجة يبقى فيها السوائل اللي هو هيتناولها.